أماديوس اتعرض لمرض غريب اسمه مرض النوم. المرض ده خلاه سنة 1921 ينام لمدة سنة كاملة، لكن الغريب انه خلال السنة دي قدر ينتقل بروحه لحياة تانية خالص سنة 3906. 1884 اتولد أماديوس في سويسرا، وكانت حياته ماشية بشكل طبيعي جدا. وقع في حب واحدة وارتبط بيها جدا، لكنها سابته لأنها كانت بتحب حد تاني، فتعرض بسبب الموضوع ده لمرض الاكتئاب. وبسنة 1917 تعرض أماديوس لمرض خطير جدا في المخ اسمه التهاب الدماغ الثباتي، وده معروف باسم مرض النوم. والمرض ده كان منتشر في أوروبا في الفترة دي جدا بين الناس، وبسبب المرض ده كان أماديوس بشكل مفاجئ بيدخل في النوم. النوم ده ممكن يبقى لدقائق وممكن يبقى لساعات، وأحيانا كان بيبقى لأيام، لكن لما كان بيصحى من النوم كان الطبيعي بتاعه ما بيفتكرش أي حاجة من اللي حصل، لحد ما وصل لسنة 1921. ومن هنا تبدأ حكاية أماديوس الحقيقية. أماديوس نام بس المرة دي لمدة سنة كاملة، من سنة 1921 لسنة 1922، وخلال السنة اتنقل لمستشفى في ألمانيا وكان تحت رعاية طبية لمدة سنة كاملة. أماديوس بعد ما صحي من النوم من سنة كاملة اكتشف ان والدته ماتت، وبعد ما تم علاج أماديوس من مرض النوم وبعد ما مر بتجربة النوم لمدة سنة كاملة، فضل مخبي جواه أسرار كتير جدا مرت عليه خلال السنة، وكان فاكر كل تفصيلة بالظبط حصل فيها ايه. انتقل أماديوس بعد كده لليونان وكان بيدرس هناك اللغة الفرنسية، وفضل مستقر في اليونان لمدة سنتين بيدرس اللغة الفرنسية، وكان فيه هناك صديق ليه قريب ليه جدا. الصديق ده بدأ يحس ان أماديوس بيتصرف تصرفات غريبة، وكأنه دايما عايش في عالم مختلف تماما عن العالم اللي الناس الحالية عايشة فيه. أماديوس بعد سنتين وتحديدا سنة 1924 رجع تاني تجيله أمراض وهلاوس مختلفة، فحب ان هو يرجع لبلده تاني لانه ملوش اي حد في اليونان. لكن لما رجع بلده سلم صديقه مذكراته اللي قعد يكتبها لمدة سنتين، وكتب فيها الرحلة بتاعته كاملة اللي عاشها خلال السنة اللي كان نايم فيها. ولما فتح صديق أماديوس ده المذكرات اكتشف ان عدد صفحات المذكرات 800 صفحة. ال 800 صفحة دول فيهم تفاصيل كاملة، واهمها واخطرها ان أماديوس بيقول ان خلال السنة انتقل من روحه الحالية او جسده الحالي لجسد شخص تاني سنة 3906. والغريب ان كل كلمة في المذكرات مش مكتوبة بشكل عشوائي، بالعكس ده مرتب الاحداث ومرتب التطور اللي هيحصل في العالم بطريقة غريبة جدا مش لايقة على سنة 1921 خالص. أماديوس بيقول في مذكراته انه اول ما صحي من نوم سنة 3906 اكتشف انه موجود في مكان متطور جدا، فهم بعد كده انه داخل مستشفى، وان جسد الشخص اللي أماديوس دخل بروحه لجواه كان تعرض لحادثة من عربية بتطير. فكرة وجود عربية بتطير في الجو سنة 1921 في مذكرات أماديوس حاجة غريبة جدا. بس الأغرب اللي جاي، بيقول كمان إن الفريق الطبي اللي كان واقف حواليه في الوقت ده كان بيتكلم بلغة وبطريقة هو مش قادر يفهمها ولا قادر يفسرها، ووصف أماديوس في مذكراته الحياة على الأرض هتكون شكلها عامل إزاي من سنة 1921 لحد سنة 3906، وكل اللي هيمر على الأرض من حروب أو خلافات أو تغيرات مناخية حتى الانتقال للحياة على كوكب تاني، والكوكب التاني ده هو المريخ. أماديوس بيقول في مذكراته ان هيكون في مستعمرة كبيرة جدا على كوكب المريخ، المستعمرة دي هتستوعب 20 مليون بشري، والعشرين مليون بشري هيفضلوا مستقرين في المريخ لمدة طويلة. وسنة 2309 هيكون في حرب نووية قوية جدا، وهيتم القضاء على كل سكان أوروبا، والناجين من سكان أوروبا اللي هيفضلوا لسه عايشين هينتقلوا لأماكن تانية على كوكب الأرض يعيشوا عليها، لكن أوروبا نفسها بشكلها الحالي هتكون اختفت تماما. وسنة 2894 هتظهر قوة كونية بشرية قوية جدا هتعيد تاني تشكيل العالم وتشكيل البشرية، وهتعمل على إصلاح البشرية من كل الفساد اللي هيتعرض ليه. وسنة 3382 هيظهر شخص
شخص اسمه أليكس مانادية، وأليكس مانادية ده هيكون مسؤول عن هداية البشرية. وبيتكلم أماديوس كمان عن اكتشافات علمية مذهلة، أهمها اكتشافات كيميائية من خلالها الإنسان هيقدر يتحكم في كل أجزاء جسمه بطريقة مباشرة، قادرة إنها تطور العنصر البشري أو توصل لمرحلة الاستنساخ. أنا بس بفكركم إن المذكرات دي مكتوبة سنة 1921، وإن سنة 2100 هيتم استعمار المريخ بشكل كامل، لكن بعد 300 سنة هيتعرض المريخ لكارثة طبيعية قوية جدا، وإن العالم سنة 2309 هيدخل في حرب عالمية قوية جدا هتتسبب في نهاية العالم بشكل واقعي، وهتفضل الحرب دي مستمرة لمدة 80 سنة. وخلال 80 سنة هيتم تغيير شكل الكرة الأرضية تماما، وبعد 80 سنة هيتم تشكيل حكومة عالمية هتساهم بشكل أساسي في إعادة تشكيل الحياة على الأرض. وبيقول أماديوس إن أكتر فترة هيعيش فيها الإنسان في سعادة بالغة من سنة 2600 لسنة 3906، ولحد التاريخ ده وقفت تماما كل الحياة الموازية أو الحياة الأخرى اللي عاش فيها أماديوس خلال فترة نومه لمدة سنة. الغريب في مذكرات أماديوس مش إنها حقيقية أو لأ، الغريب إنها اتكتبت سنة 1922، وقال خلال المذكرات كمية معلومات كانت في الوقت ده أساسا مش متوقعة من البشرية. التفسير العلمي لحالة أماديوس إن هو مجرد حلم، إنما التفسير العقلي والأقرب للواقع إن أماديوس غالبا انتقل للعالم الآخر أو انتقل لعالم موازي. العالم ده عاش فيه أماديوس ولكن بطريقة سريعة جدا، من سنة 1921 لحد سنة 3906. والسلام عليكم.